منيت البرنامج ان يكون ناجح دايما، وعايز منه حاجه صغيره ان هو ممكن يهتم باخبار الكنيسه عشان ما نسمعهاش من حد، عايزين نسمعها من القناه بتاعتنا احنا الصح، وما نسمعش من اي حاجه تاني، واحنا نتعود على كده. هو برنامج جميل ومفيد جدا، وبنستفيد بيه في البيت وفي السياسه والحاجات عن الطب، يعني عايزينه لينا احنا يهتم، وعايزين احنا كمان نهتم بيه، وربنا دايما يجعله ناجح. احب اتمنى البرنامج طبعا كل النجاح، لانه بيوصل كل اخبار كنيستنا لكل الشعب في البلاد المهجر وفي مصر وفي كل مكان، واتمنى لهم نجاح وتوفيق اكتر واكتر. المرحله الجايه يعني لو حابين يطوروا من نفسهم طبعا اتمنى لهم دايما تطوير وتجديد، وربنا معاهم. في الحقيقة أنا بقالي فترة بتابع برنامج في النور، وهو من البرامج المميزة اللي دايما بيقدم لنا أخبار صادقة عن الكنيسة، وكل الأخبار اللي احنا بنكون مشتاقين نعرفها عن مصر وعن الكنيسة وعن كل حاجة. وده برنامج نتمنى له كل توفيق، وهو برنامج عظيم جدا. كل سنة هم طيبين، وهو برنامج حلو جدا، أنا متابعاه، وبيقول لنا الأحداث على طول، ومعيشنا الأحداث في مصر، وتقاريره جميلة، والضيوف جمال جدا، وبتمنى له دايما النجاح والتوفيق، ويعني برنامج حلو باسم القناة كلها. صراحة يعني كانت مفاجأة لي ان الايام بتعدي بسرعة جدا، وثمان سنين ده الواحد ما حسش بيهم، وده طبعا من حلاوة البرنامج ومن مقدم البرنامج، ناس مذيعين عارفين هم بيقولوا ايه، عارفين هم بيعملوا ايه، والطريقة بتاعتهم في المحاورة مع الناس اللي بيقابلوهم بيستقبلوهم صراحة يعني ممتازين في الأداء، ممتازين يعني ناس متمكنة من شغلها يعني، وعارفة بتعمل ايه وعارفة بتقول ايه. وبرنامج في النور صراحة بيوضح لنا حاجات كتير جدا بنعرفها واحنا هنا في المهجر، طبعا احنا مش عايشين في مصر بس بنسمع طبعا، لكن الحقيقة وبرنامج في النور بيطلع لنا النور اللي احنا مش شايفينه واحنا هنا. طبعا كل سنة وبرنامج في النور طيب، وكل العاملين فيه، وقناة سي تي في الحبيبة الغالية على قلوبنا كلنا الحقيقة، من ساعة ما قناة سي تي في بدأت البث بتاعها وهي داخلة كل بيت قبطي، فكل سنة هم طيبين، وأمنياتنا ليهم بدوام النجاح ودوام التوفيق. هو برنامج الحقيقة إضافة جميلة جدا للقنوات الدينية. شكرا. أحب أقول برنامج مزدهر جدا وجميل، وبنتعلم منه حاجات كتير جدا في المهجر، ونتمنى بازدياد وابتهار دايما يا رب. برنامج في النور ده برنامج ظريف ومفيد لكل انسان بيشوف فيه اخبار الكنيسه واخبار في المجتمع، واخبار يعني لكل شبابنا وشاباتنا وكنيستنا في كل مكان في كل بلد في العالم، وده برنامج مفيد ويحل مشاكل لبعض الناس اللي بتكون محتاجه لحل مشاكل، وبنشكر القائمين عليه وبنتمنى لهم كل توفيق، وكل سنة وهم طيبين. بحب أقول كل سنة وهم طيبين، ودايما من نجاح لنجاح ربنا يوفقهم. أنا من متابعين البرنامج باستمرار، عاوز أقول لهم يعني دايما ربنا يكون معاكم وتقدموا أفضل وأفضل إن شاء الله. الصراحة هو برنامج حلو جدا، بيعلمنا كتير، بيعرفنا كل الأخبار الجديدة اللي بيحصل في مصر وفي المهجر، وبيفرحنا برضو مع الكنيسة دايما. أحب أقولهم كل سنة وانتوا طيبين، ويا رب دايما منورين الشاشة كلها ومفرحينا معاكم، كل سنة وانتوا بألف خير يا رب. برنامج في النور برنامج جميل جدا، بحب اتفرج عليه دايما علشان بستفاد منه، بعرف أخبار البلد، بعرف الكنيسة مع ايه وضد ايه، وبقول له كل سنة وانتم طيبين، ويا رب أعوام كتير.